يا اخي كيف ما عم حسبها؟ ما عم تحسب معي، في غلط بالموضوع. ولك يا حبيبي الغلط واضح، انت رحت ضيعت عمرك بالدراسه ووجع القلب، وهلا عم تفني شبابك بالوظيفه ووجع الراس، بقى شو استفدنا من هالدراسه؟ يعني انت انظم. بالعكس يا عيني بالعكس، مين قال لك انظم؟ وانا الثاني صار لي موظف 17 سنه ولحد هلا ما قدرت اتجوز وما قدرت وفر من معاشي الا حق براد 12 قدام وفرن غاز بست تروس. منيح احسن مني، هي انا صرت قدي ودلعي ولسه لهلا ما وفرت شيء. وقال شو؟ بدي افتح بيت واتجوز، يا ريته ينفتح قبري والتحش فيه لاخلص من هالعيشه. طول بالك مجدي، شو بنا؟ ما وصلت لهون، لا تحمل كثير انت الثاني. شلون ما بدي حملها؟ شلون؟ فهمني. ولك حبيبي طنش مثل ما انا مطنش. اخي انت شو على بالك؟ لا لك خاطب ولا مرتبط، عصفور طيار من شجره لشجره، بتاكل ببلاش وبتنام بالعشاش، اما العترة علي انا اللي صار لي خاطب 3 سنين ولهلا ماني عرفان راسي من اجري. لك بتهون اخي مجدي، بتهون، بكره الله بيفرجها. لا اله الا الله، بس مو باين انت رح تهون. من شان هيك انا اتخذت قرار مصيري. شو هالقرار بقى؟ اوعك اوعك تقول انه بدك تترك خطيبتك ريما. ها اصلا ما في غير هالحل، ومبارح بلغت اياه على التليفون، قلت لها من اليوم انت حره. الله لا يعطيك عافيه فوق تعبك، ولك حدا بيعمل عملتك انت؟ انا عملت هذا الشيء مشان ريما، والله حرام، حاجتها شحطتها معي، يعني شو ذنب المسكينه ترتبط بواحد منتوف مثلي؟ ولك اخ اخ منك انت، طول عمرك متهور وطايش. لا لي متهور ولا طايش، عملت اللي لازم ينعمل من زمان، واذا بتريد سامر لا تناقشني بهذا الموضوع، ما عندي خلق لوجع القلب. تصطفل يا اصلا انت، لا شاورتني لما خطبت ريما ولا شاورتني لما تركتها، عقلك براسك تعرف خلاصك. لك على مهلك عكست الشاي حد انكسر. شبنا شي وحدة تانية. شلون يعني وحدة تانية؟ ما فهمت. يعني قصتك امبارح ما خرطت مشطي، اكيد انت تركت ريما لانك شايف وحدة تانية. بصراحة ايه شايف. لا يا سهيان لا، تعريك حية من تحت التبن وما حدا دريان فيك. اللي لشو على مين منوضر هالمرة؟ يا سيدي منوضر على وحدة لقطة بتأمن لي مستقبلي وبتعيشني بأمان طول عمري. يعني غنية؟ ايه غنية، بيت وسيارة ومصاري بالبنك ومو ناقصة شي. لكان هيك وشلون انعمى على قلبها بقى ورضيت تاخد واحد مثلك؟ ليش بني انا اخي؟ شو ناقصني؟ انت قول منيح اللي انا قبلت فيها. ليش فيها شي عيبة؟ فيها عيبة صغيرة كتير وما بينحكى فيها، يعني ما بتعمل مشكلة. وشو هي بقى؟ كبيرة شوي. يعني قدك؟ ليش أنا كبير؟ لساتني بحيطان 35. وهي بحيطان شو؟ بحيطان 50، يعني مو 50، 48 سنة، يعني مو مبين عليها كبيرة، ما بتحزر عليها أكثر من 35 سنة. يا حبيبي كملت والله. ومين هي ست الحسن بقى؟ نجاح. مين نجاح؟ نجاح ما غيرها، يلي كانت رئيسة الديوان عندنا واستقالت من شهر. العمى، وشلون خطرت على بالك هي؟ سمعت انها عم تدور على عريس، قمت وسطت ناس يحكوا لي معها، وان شاء الله في خير. اوعك يا مجدي، اوعك تتهور. ها اوعك تتهور وتعمل هيك عمله، هي عم بنصحك من هلا. وليش بقى سامر افندي؟ لك شو ليش؟ يعني معقوله تدفن شبابك مع وحده اكبر منك ب 15 سنه؟ معقوله تقدر تعيش مع وحده بليده ومغروره مثل نجاح؟ ولو علتها انها كبيره وبس كنت سكتت ما حكيت شيء، بس ما فيها ولا ميزه وحده، كل عيوب من فوق لتحت. نعم فهمني، شو عيوبها؟ ها اولا ما فيها جنس الانوثه ولا جنس الذوق سيدي ولا جنس التهذيب. اذا ضحكت بيوصل صوتها لكعب الدرج، اذا حكيت صوتها عالي مثل صوت القاء. لا وكل حكيها دج، بتدج لك كل كلمه هيك. اذا مشيت بتمشي مثل البطه، واذا نطيت بتنط مثل الضفدعه، وإذا ركضت بتركض مثل الدجاجة، وإذا أكلت بتاكل مثل الجراد، وإذا شربت بتغب غب الجمال، وإذا مسحت
لك يا أخي ما بعرف، مزحة قاتولي وغليظ. لا يبدو أنك عم تزودها شوي سامر، مو هيك؟ عم تزودها. لا سيدي ما عم زودها، هذا الواقع. لك إيه عليها وش عابس، ما بيضحك للريف السخن. تقول ميت لشي ميت، وعلى طول عقدتها بوشها شبرين. بعدين غبية غبية، كتلة من الغباء، وما عندها جنس المحاكمة العقلية. بتحاكيها من الشر بترد من الغرب. لا وفوق هالشي مغرورة وشايفة حالها، وعلى شو ما بعرف. بس يا سامر لك حاجة تبزبز حاجة. أنا من رأيي إنك تتصالح مع ريما، وحاجة تخترع لي أفكار سخيفة بقى. طيب خلينا نتناقش، معقول؟ لك أخي أنت النقاش بينفع معك ليش؟ قال نجاح قال يخرب بيتك، يخرب بيتك على هالتنقاية. قوم معي، قوم لهلا، قوم لوين؟ قوم شو بدك بهالشغلة، قوم اشربهم أنت علي. خلص ريما خلص، ازرعي يبدأني هالمرة. أنت أوعى منه، وعقلك أكبر من عقله. لا تشوفيه هيك، ها عقله صغير بعرفه. لا أنا عقلي صغير. الزلمة أخطأ ومعترف بخطأه، هو هيك أحياناً بيتاخد وبينعبط وما بيعود بيعرف شو عم يعمل. أنا بنعبط؟ لا خلص مجدي، اعترف للمخلوقة إنه ما كنت بوعيك لما فسخت الخطبة. أنا ما كنت بوعي؟ يا ريما صدقيني إنه مجدي عم يحط أصابعه ندامة على الحكي اللي حكاه معك. المسكين عيونه عميت من البكا والنهنة. اخطي سامحيه هالمرة. يا ستي اعتبريه ولد صغير وغلط. أنا ولد صغير؟ لك سمعنا شوي، شو بقى؟ إيه؟ يا ريما، يعني إذا أنت ما تحملتي غلاصته وما استوعبتي خفة عقله، مين بده يتحمله لهلا مشنطات؟ أنا مشنطات؟ بقى ريما، الله يرضى عليكي. مرقي له يا هالمرة. إيه؟ تكسبي فيه ثواب. خطأي. عند الله لا يمكن يضيع شيء. وانتو بالنهاية مالكم غير بعض، يعني ادري ولقيت غطاها. بس يا سامر ما بدها بسبسة ريما، ما بدها بسبسة. الله يرضى عليكي، مدي ايدك وصافحي هالمعتر. حاجته تربى. انا معتر هالمرة بس مشانك استاذ سامر. يا ستي الله يكبر شانك، وانا بكفل لمجدي انه ما يعيدها. خلاص عندي الزلمة باس التوبة بين ايدي، وحلف ميت يمين انه ما يعيدها. يلا لشوف، مد ايدك. على شو عم تتفرج يا اخي؟ رجعوا الخواتم لايدين بعضكم، حاجه ولدني بقى. ايه نيال، مين بيقدر يجمع راسين على مخده وحده؟ الف مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أنا ما تنسيش، أنا ما تنسيش، خليك هاجرني ما يهمنيش. ده أنا في خيالك وبين أمالك وجوا بالك معك بعيش. شو مجدي؟ شو ماشي؟ ايه بدك شي؟ مررنا على الوظيفة الله يخليك، سألهم شو صار بالحوافز. ماني فاضي مر لعند حدا هلا، اتصلي فيهم عند الجيران. بدك شيء ثاني؟ لكن خذ هالقائمة هي، جيب لي اياها معك وانت راجع. قائمة شو؟ شبكة كهربت، قائمة اغراض. اجليها لاخر الشهر، ما معي مصاري هلا. لسه في 10 ايام لاخر الشهر. 10 ايام لاخر الشهر ومو صفيان بجيبتي غير 500 ليرة، يعني بعد شوي بنفتح تمنا للهواء. ماشي. شو بدك تتغدى اليوم؟ اي شيء من حواضر البيت، دبري راسك. ان شاء الله بدنا ناكل حواضر من هون لاخر الشهر. لا حبيبتي معقوله؟ لكن شو بدنا نساوي؟ راسم خطه محكمه، يومين طيلسي عند اهلك ويومين طيلسي عند اهلي، والباقي حواضر منزليه. ايه بس هالخطط صارت مكشوفه كثير، لانه كل شهر عم نعملها. ابقى افكر لك بشي شغله ثانيه. ماشي الحال، فكر بخاطرك. الله معك، مع السلامه. مجدي؟ ابو المجد؟ هذا انت؟ حبيبي اهلين ابو سمرة. اهلا وسهلا. والله زمان، كيفك؟ كيف احوالك؟ والله تمام وعال العال كمان. هيك يا منظوم، الله يسامحك. هيك بتقدم استقالتك وبتدير ظهرك وبتمشي؟ قول في لي اصدقاء، في لي زملاء. والله بهي معك حق، بس يا اخي شو بدي اساوي؟ الشغل لفوق راسي.
ايه طمني انت شلونك؟ ريما شلونها؟ ماشي حالها بتسلم. اكيد عم تدعوا لي ليل ونهار لاني صالحتكم مع بعضكم وخليتكم تتجوزوا بسرعه. معك حق، عم ندعي لك، عم ادعي لك ليل ونهار على الهم ووجع القلب. انا كان ناقصني تعتير. خفيف دم انت، بتضلك خفيف دم من يوم يومك. شو مبروك السياره. الله يبارك فيك يا سيدي. قديش مكلفتك؟ بصراحه هاي مولي، هاي للمدام. انت تجوزت؟ ايه تجوزت. ايه الله يتم عليك انت والمدام. بينت هالمدام مرتاحه شوي. لا من هالناحيه مرتاحه تماما، ومريحتني معها كمان. اعمل يالك انت بتستاهل. بس ما قلت لي مين عم تتجوزت؟ ليش ما بتعرف؟ ما بعرف بالله ما بتعرف. والله ما بعرف، صار لي سنه ما شفتها. تجوزت نجاح؟ ايه ايه نجاح يلي كانت رئيسة الديوان عنا. نجاح؟ دوقي هاللقمة من ايدي حبيبتي. الله يسلم هالايدين. دوق هاللقمة حبيبي. الله يسلم هالانامل. لقمة هالسلطة. كمان هزيتوني حبيبي. الله يوفقك هنادي، ما عاد ايدي مشاني لا تكسفني. ايه اذا مشانك انا مستعد اكل السم الزعاف. بعيد الشر عنك. كلوا يا جماعه، شبك عصير؟ شو بني؟ ليكني عم باكل ما بني شيء. هبة ما تاكلي عصير؟ كل هالبطاطاية من ايدي حبيبي. لا لا شبعت. لا شو هال؟ معلش دبره. خلص عصيم كلها من ايد مرتك، ما حلو هيك تكسفها. معلش كرمالك رح اكلها. شبك شو صار لك؟ دحي 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 احسن ما يقتلني. لا 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 تدحيني، لا حدا يدحيني منو. مشي الحال. هلا لأنه من ايدي تشردقت. قلت لك شبعت شبعت. لا هيك حبيبتي هنادي شبعتي؟ ايه شبعت الحمد لله. متر ان شاء الله كل عام بخير. شكرا كثير، كلك جوع. ليش؟ صار العيد؟ لك انو عيد هات؟ الجماعة يمكن عم يحتفلوا بعيد زواجهم. ألف مبروك يا جماعة. بس فاجأتونا هيك، والله فاجأتونا، كان لازم تقولوا لنا، ما بيصير. هو الحقيقة نحن مو بيوم زواجنا عم نحتفل. لكن بيوم شو؟ نحن عم نحتفل بالذكرى السنوية السابعة لقراية الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فاتحة مين؟ مين مات؟ بعيد الشر يا أخي، ما حدا مات. عم بحكي عن قراية فاتحتنا أنا وهنادي. يعني مثل هاليوم من 7 سنين راحوا أهلي لعند أهلها وطلبوها رسمي وقروا الفاتحة. أيوه هلأ فهمت، فاتحة الأحزان إن شاء الله، خاتمة الأفراح إن شاء الله. مبروك، ألف مبروك. تتذكري هاليوم هنادي؟ لكن ما بتذكر. كان يوم حلو كتير، طالعة فيه الشمس وكان فيه شوية غيم بالسماء. يوميتها وصلتنا رسالة من أخي عمار من فرنسا بيخبرنا فيها إنه نجح على السنة الثالثة. طب تتذكر؟ أي طبعاً. أول يوم التقينا فيه أنا وياكي نجحت أختي ديما بالبكالوريا وطلعت من العشرة الأوائل، تتذكري؟ فعلاً يا هبة، نحن كان وشنا كتير حلو على بعض لأنه بيوم الخطبة ربحت أختي جائزة 100,000 ليرة بسحب بطاقات الاستثمار في أعين، بتتذكر؟ معلوم بتذكر. ويوم كتبت الكتاب صرت رئيس قسم المحاسبة، بتتذكري؟ طبعاً. ويوم اللي تجوزنا إجا لأختي صبي بعد 4 بنات، بتتذكر؟ إيه أنا اللي بتذكر. وبرعين زواجنا استلم أخي باسم بيت الجمعية السكنية، بتتذكري؟ فعلاً أستاذ عاصم، نحن مو بس وشنا حلو على بعضنا،
كمان على اللي حوالينا. يا ستي إن شاء الله هيك بتضل كل أيامنا مناسبات سعيدة. إن شاء الله يا رب. ما بدنا ناكل كاتو؟ إيه لك لك تفضل تفضلوا. والله واللي اسمه الله قلبي حاسسني انه رح ينهز بدني ويتعكر مرايي بهالسهرة. وليش بقى؟ ليش انهز بدنك وتعكر مزاجي؟ ما بعرف، سأل حالك يلي قعد لي طول السهرة مثل الحوبة. انا حوبة؟ ايه؟ ما شفت رفيقك امجاد كيف كان قاعد طول السهرة عم يتغزل بمرته ويدللها ويوجبها؟ وانت ولا على بالك، كأنك قاعد قدام رفيق من رفقاتك او شي تمثال حجر. يا لطيف يا لطيف شو السنة بدني. بس انا لما بدي دلك يعني كثير صعبة كثير صعبة اذا تنازلت وتكرمت وغازلت شوي على عيون الجماعة. انا ما بحب قلة حدا. لا ولما اجيت لاعمل لك قيمة قدام رفيقك ومديت ايدي لطعميك لقمة اوعمت شردقت ومدري شو صار لك وكنت رح تختلق فوق منها وقلب وشك احمر مثل الشوندر جيبي شردة مو هيك؟ الحق عليكي انتي، انتي اللي دفشتي لي اللقمة دفش ونزلتيها دغري بجوزة حلقي. بعدين حركتك هي مباينة تقليد، يعني مو ضروري اذا امجد وهنادي طعموا بعضهم بالشوكه نساوي مثلهم ونقلدهم نحنا. ايه معلش يا سيدي قلدهم، شو بتناقص شافع اذا قلدتهم؟ اخ نيالك يا هنادي، نيالك على العيشه اللي معيشك اياها امجد، ولك يا هيك رجال يا بلا. وبشو زايده عيشتهم عن عيشتنا دخلك؟ على القليله مقضيين عمرهم مناسبات واحتفالات وطفي شموع، ما شفتن شو كانوا عم يحكوا؟ لا وطول مالهم قاعدين بيتطلعوا بعيون بعض وبيحكوا عن ذكرياتهم سوا، ونحنا قاعدين مثل الختايرة. قال يعني عالنا كبير وناضجين. لك يا عاصم أنا حاسة إنه نحنا عايشين بلا ذكريات. وين ذكرياتنا؟ أنو ذكريات؟ ذكرياتنا مع بعض أيام الخطبة والكتاب والعرس. يعني بدك ياني عالطالعة والنازلة أكرت لك شريط الذكريات تبعنا؟ إيه ليش لا؟ إلنا بسعر أمجد وهنادي. إيه بس نحن شريطنا مختلف عن شريطهم تماما، يعني ما في شيء بسر. بالله شو؟ ولك شو بنا هبة؟ ليش بتحاولي دائما تضحكي على حالك؟ ضروري ذكرك قديش كان وشنا حلو على بعضنا؟ ضروري كل مرة ننشر غسيلنا المقلقل؟ شو قصدك؟ أنت بتعرفي قصدي منيح، بتعرفي كمان إنه كل ذكرياتنا مشرشحة، بس معلش، رغم هالشي رح أكرت لك إياها. أول يوم شفتك فيه سقط أخي الصغير بالبكالوريا وأخي الكبير بفحص شهادة نسواقة، ويوم يلي رحنا نطلب إيدك ونقرأ الفاتحة اتزحلطت خالتي بدرية على الدرج وانكسرت رجلها المسكينة، يوميتها حطوا لها سيخ حديد وأربع براغي برجليها، ويوم الخطبة سرحوني من شغلي ومات خالي أبو ممدوح، بعد الخطبة بجمعة انسرقت صيغتك وصار معك ريان أنتي وضليتي ملحوشة بالفرشة 20 يوم، ويوم كتب الكتاب هبط بيت أخي نادر تبع جمعية إتسيا، ويوم العرس فاتت سيارة أهلي بسيارة أهلك ولولا لطف رب العالمين كنا زقينا العيلتين على المستشفى، ويوم الأربعين مات عمي فواز بالجلطة بعد ما اجته ضريبة على معمله إيد 10 مليون ليرة. بقى شو بدي أتذكر منك يا سفرجي إلا أتذكر كل عضة بغصة؟ بقى لشو حتى نتشبه بالآخرين مشان الله؟ لك يا حبيبتي أنا بحبك وأنت بتحبيني، وكل واحد بيحب مرته بمعرفته وبيغازلها بمعرفته وبيبسطها بمعرفته، بقى لشو لحتى نقلد فلان ومرته؟ هذه الكرة الحديدية وزنها 16 رطلا، افحصوها لتتأكدوا. شكرا نادين ارفع. شو بك يا سلمى؟ لسه رايحه جاي؟ ليش ما عم تتفرجي؟ مو عاجبك المسلسل يعني؟ انا مسلسل هاد اللي بالتلفزيون. ليش هاد تلفزيون هاد؟ لكن شو هاد مكواي؟ معك حق تتمسخر، شو على بالك؟ لا انت اليوم وعلى بعضك ابدا. ليش امتى كنت على بعضي؟ طب قولي لي عم يجعك شيء؟ لا طمر. مزعوجة من شيء؟ ماني مزعوجة من شيء، كل ما هنالك إني ماني طايقة هالعيشة. ليش شبه هالعيشة؟
يعني شو ناقصنا عن بقية الخلق والعالم؟ والله ما بعرف، هي صرنا 10 سنين متجوزين ولسانا بمطرحنا، لا رحنا ولا انطرحنا، بيتنا مغم، لا بيشوف الشمس ولا الضو ولا الهواء، تلفزيوننا أبيض وأسود من ستي وآنستي، برادنا 12 قدم وبابه مخلوع، غسالتنا أنتيكا وبدأ استدعى لتشتغل، طقم كنباياتنا مزري وأكل عليه الدهر وشرب، الصوفاية حضران الحرب العالمية، أوضة نومنا نحاس وتخت رفاس، بقى مين عاد حوى هيك كراكيب ببيته؟ بس فهمني يا ستي. معك حق بيلي حكيتي، بس أنا هي إمكانياتي ما بيطلع بإيدي أكتر من هيك، شو بدي ساوي يعني؟ وأنت بتعرفي البير وغطاء، بقى ليش حتى توجعي راسك؟ الله يرضى عليك يا سلمى. ولك يضرب هالبير ويضرب غطاء، أنا صحيح تجوزتك موظف وعلى قد حالك، بس على أمل تنفرج معك وتتحسن أحوالك، مو تضل مثل ما أنت طول عمرك يا ستي. وما تحسنت أحوالي شو أعمل يعني؟ شو تعمل؟ تلحلح شوي، دبر راسك مثل ما هالناس ما عم تدبر راسها، اشتغل وظيفة تانية بعد الظهر. ما بقدر اشتغل وظيفة تانية، شو نسيتي انه انا تحري عنصر امن ووقتي كلياته مفرغ لهالشغلة؟ تحري ما تحري انا ما دخلني، انا بدي تجدد لي عفش البيت كله، حاجتي بقى مدفونة بالحياة. لا ومضروبة بحجر كبير، وكلهم بيقولوا لي نيالك جوزك بيشتغل بالأمن والجنائية والشرطة السرية، وكل فكرهم إنه راتبك من فوق 30,000، يعني صيت على الفاضي. فعلا يا سلمى صاير الحكي معك بيهز البدن، بس الحق علي أنا يلي عم باخد وبعطي معي. لوين رايح؟ وين بدي روح يعني؟ رايح انتفس ونام. أصلا هذا اللي شاطر فيه أنت. شباب غسان شايفك مهموم ومكدر. خليها لله يا سيدي، من قهري صوتي ما عم يطلع. شو متخانق مع مرتك؟ يعني نص خناقة. لساتها عم بتنام؟ لساتها سيدي، يعني طالما عندها لسان فليش لحتى تبطلنا؟ اي بسيطة غسان، كل النسوان هيك، يعني شو مرتي أحسن؟ أقل عنوة دقربة، بس شو بدنا نعمل؟ مو طالع بإيدنا شي. الله يوفقك يا حضرة المساعد، بركي يعني هيك بتدبروا لنا شي مهمة نلحس إصبعتنا من وراها ونسكت هالمرة. تكرم عينك. على فكرة سيادة العميد طالب مني عنصر لمهمة حساسة كتير، ومنع الرأي أحسن منك. كتر خيرك يا حضرة المساعد، كتر خيرك. المهمة يا غسان دقيقة وحساسة كتير، والمساعد حكمة ترشحك لها لأنك على هوا ما قال أقدر واحد عنا على تنفيذها. إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم سيدي. اللي لشوف مور سيدي. أنت بتعرف تنكر؟ شغلتي وعملتي هي تنكر يا سيدي. يعني نفذت مهمات تنكرية قبل هالمرة؟ نعم سيدي نفذت كتير. مثل شو؟ السنة الماضية مثلا سيدي تسلط واحد سرسري على وفد إسباني سياحي، عملت حالي من الوفد الإسباني سائح أجنبي وانخلطت مع الوفد السياحي وصرت إجي وروح معهم وكأني واحد منهم. يعني بتعرف تحكي إسباني؟ سيدي كنت دبر حالي. هات لشوف قلي مثل شو؟ يعني مثلا كنت رحب فيهم واقول لهم خاوريثيو اندر كوراسوني انجليسيا سبوثر ذات خوسي اثر بلاثاروس رياسيا سكونزاليس. فعلا سيدي اذا بتشوفه ما بتحزن عنه الا اسباني ابا عن جد. حلو حلو كتير. وشو عملت كمان؟ مره سيدي لما كنت بالفرع الخارجي عملت حالي بياع سجاد ايراني، حملت كم سجاده ونزلت على ست زينب لمراقبه عصابه تهريب اثار، وقفت بيناتهم وما حدا انتبه علي. قرب يومتها مني رئيس العصابة وسألني عن السجاد، قمت قلت له بالإيراني سيدي بازار سجادتي بساطة أنا نارجي تبريز شهنائي أسلم بيع عن جاني صنعتي. كمان حلو. وغيره؟ ومرة عملت حالي يا سيدي شوفير على خط بلودان، صرت أحكي بلوداني، يقرب الواحد منهم ويسألني بقديش الطلب على بلودان؟ قل له ب300 ورق. مش كتير، أنا وكيلك ما بتوفيش بأقل من هاك، بدنا 100 ورقة مزوت. طيب ماشي الحيل. طلع ابو ايش برزغره ابو عرب عشت الاسامي. ومره يا سيدي عملت بويجي ووقفت بسوق الحمديه. حاجه حاجه خلاص خلاص صدقتك. قلي لشوف شاطر بالمراقبه؟ عفوا سيدي المراقبه شغلتي الرئيسيه. سيدي غسان عامل دورات كثيره بالمراقبه ودورات انيه لتعليم اللغات. وين عملت دورات يا غسان؟ سيدنا عملت دورة بطرق المراقبة عن بعد بالفرع الخاص، ودورة بالمراقبة عن قرب بفرع التمويه، ودورة بالتجسس الصوتي بفرع التنصت.
هذا طبعا غير دورات الخاطفة والماحقة والسابقة واللاحقة وقتال الشوارع والقفز على الحواجز والموانع. سيدي عظيم كثير، هذا مطلوب. امسك لي الورقة وشوف لي العنوان. شفته؟ شفته سيدي. حفظته منيح؟ بصم يا سيدي. عال تاخذ لي الصورة وتخليها معك، بتراقب لي صاحبها مراقبة دقيقة ليلا نهارا، وبتسجل لي تقرير يومي بكل تحركاته. حاضر سيدي. بدي اياك تلزق جنب بنايته لزق وما تغادر اطلاقا، وبتكون متنكر طبعا. امرك سيدي، بشو بتمر وتنكر؟ من رايي تعمل شحات، بتعرف؟ ولو سيدي، الشحادة اهون شيء علي، من بكره بتلاقوني عم بشحد على بابه. صرف. امرك سيدي. مساعد حكمت. نعم سيدي. تعال عندي. مور سيدي. غير بحبك ما بقلا، حتى راسي من فوق قدام العالم. مرحبا سلمى. ولي شو هاد؟ شو بدك؟ لا تخافي لا تخافي لا تخافي. غسان شو بكي؟ غسان وليش هيك عامل بحالك؟ شو عامل بحالي يعني؟ متنكر؟ ليش عندك حفلة تنكرية؟ لا مو حفلة تنكرية، بس أنا عندي مهمة أمنية ولازم لها تنكر. وما عجبك إلا كسم الشحات؟ هذا اللي كان ناقصنا والله. ولك يا سلمى، هي من مقتضيات المهمة المكلف فيها، أنا لازم أعمل شحات. وشو طبيعة هالمهمة بقى؟ لا هيك عم تحرجيني، هي أسرار وما عندي صلاحية في شيء أبدا. هيك لك أصلا، وينك؟ شوي تاني رح نشحت، بس أنت عم تسبق الوقت. هلأ شلون كسمي؟ ظابط؟ باين علي شحات؟ ايه طمن، مبين عليك شحات من دون ما تتنكر، يعني ما كان في داعي تعذب حالك. هلا ما رح نخلص من هالموشحات تبعك؟ بخشتي لي اداني سلمى. هلا لو رحت تدور على شغل اضافي مو احسن هالولدنه؟ هلا هي ولدنه هي، ليك وتاني على التفكير، ولك مهمه رسميه عم ادي انا، ما عم العب، واجب وطني هاد. بعدين الشغله مو ببلاش، يعني فيها مكافاه محرزه. قديش يعني؟ يعني شي 300 ورقة باليوم؟ لا انت تانية باليوم؟ ايش عم بشتغل بسوق الهال انا؟ 300 ورقة عن المهمة كلها عن 3 ايام يعني. يعني 100 ليرة باليوم. هيك شي. ايه تتهنى ان شاء الله. ما حرزة تتبهدل كل هالبهدلة مشان 100 ليرة؟ ومين قال لك عم بتبهدل مشان المصاري؟ هذا واجب وطني. دعاني الوطن فلبيته. فظاعة شو تفكيرك محدود، مو اخذ عقلك الا المصاري. بدك شيء من السوق؟ لا سلامتك ما بدي شيء. عشنا وشفنا والله. حسنة يا محسنين، حسنة بعشر أمثال يوم الدين. الاتكال على الله، الله يجبر خاطره يلي بيجبر يا رب. اتكال على الله، الله بيجبر خاطره يلي بيجبر يا رب. اتكال على الله، الحسنة بعشر أمثالها يوم الدين. بذل الله أربع سنين، حسنة بعشر أمثالها يوم الدين. الله يجبر خطيك، الله يجبر خطيك يا رب. حسن الله العاجز، بذل قطع فيك من بذل الله أربع سنين، الحسنة بعشر أمثالها يوم الدين. بذل الله أربع سنين، حسنة بعشر أمثالها يوم الدين. بذل قطع فيك، بذل قطع فيك، الله يجبر خطيك، بذل الله أربع سنين. لا لا الله خديك شبابك، الله خديك شبابك يا صبية، الله يسر حظك يا ودي يا مفتحة. ما انت تابع سنين، ما انت تابع سنين، حسنة تابع سنين على يوم الدين. الله بيرجع تابع بيتون حسنة ما انت تابع سنين. يا رسول الله، يا رسول الله، يا سندي انت بعد الله، فخذ بيدي يا رسول الله.
نيالك يا فاعل خير عند الله، نيالك 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 يا فاعل خير عند الله نيالك. الله الله يسعدك يا ربي ربي يا ربي ربي يا عالم حالي، ربي ارحمني يا ربي وارزق اهلي وعيالي، ربي 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 يا ربي ربي يا عالم حالي، ربي ارزقني يا ربي وارزق اهلي وعيالي، ربي 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 يا ربي ربي يا عالم حالي، ربي ارزقني يا ربي وارزق اهلي وعيالي، ربي. منين الاخ؟ زميلك بالفرع الخاص. يعطيك العافية، أهلين وسهلين، شرفنا. الله يعافيك. عم يعطوكم حوافز يا ترى؟ والله مو دائما. وين بتشتغل هلا أنت؟ نيك بهديك الحارة عم راقب الفران. يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلين وسهلين. لا والله ما بتدفع. علينا رفيق. شكرا. أهلين. احذري قديش طلعت اليوم. ليش مو 100 ليرة رح يعطوك باليوم؟ ما عم بحكي عن هدول، احذري قديش طلعت من الشحادة. ليش عم تشحد عن جد؟ لكن عن مزاج. يعني المصاري اللي عم يعطوك اياها الناس إلك إلك ولا بدك تسلمهم بآخر نهار؟ لا ستي إلي إلي. شو هالحكي؟ وقديش طلعت اليوم؟ احذري 200 ليرة؟ 200 ليرة؟ ارديهم على جوعتك، أكثر أكثر. 250؟ سلمى يا لطيف شو صاير خيالك محدود؟ قديش طلعت لكان؟ يا ستي طلعت 1500 ليرة. قديش؟ 1500 ليرة، يعني قد نص راتبي. وشو عملت بالمصاري؟ أخذت 100 لشبرقتي وتركت لك الباقي. تفضلي. هيك ها؟ تلحلح من الأول وجب لنا مصاري. والله محرزين. والله منيح هالشغلة، يا ترى كل يوم هيك؟ شو بيعرفني؟ لسه ما جربت إلا يوم واحد. لا ومن حسن حظي إجت وقفتي بشارع أكابري كتير، يعني أقل واحد بيدفع 25 ليرة. إذا على هالحالة 3 أيام ضرب 1500 بيطلعوا 4500. والله محرزين. وينك غسان؟ ما فيك تنط المهمة كم يوم زيادة؟ ما بتنمط معي، بعدين شغلي مو بإيدي. شوفي عنا عشاء. تكرم عينك، هلا بحط لك احلى عشاء. نبت 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 نبت، قرب صبي يا ولاد، طلعت ايده هالنبت. اعطيك العافيه. الله يعافيك. أعطينا صح الفول إذا بتريد. خد. يعطيك العافية. خد. معلش ما بدي مصاري، أنت ادعي لنا وبس. الله يرضى عليك. روح روح إلهي يقلب فولك يا قوت، ومية ذهب إبريز يا حق. الله يكثر المحسنين أمثالك. سيد العميد احترامي. لقص راح تفضحنا، عمين حالك ما بتعرفني. أمرك سيدي. بلاي سيدي. خود زهرة، شلون الشغل؟ كله تمام سيدي. لكان وين التقرير اليومي؟ بكرة بكتبه سيدي. انتبه بدي تقرير مفصل، لا تنسى لا شاردة ولا واردة. حاضر سيدي. يلا زهرة مصحن الفول وروح لمحلك. أمرك سيدي. ما في مرأة سيدي؟ ولكن قلع من خلقتي أحسن ما غطسك بالحلي. ها قوام يلا تحرك. حاضر حاضر أمرك. يا الله طلعت إيده هالنبيل. أري صبي يا بردان، كلاوي 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 يا هاكي يا
قرب صبي بردان. كلاوي 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 نبت نبت عسني يا بحسني حسنا بعشرة بسادة يوم انتي جواز 500 بدك اصرفك اصرفها اصرفها انا هلاك دعينا ايدك دعيتا روح روح اللهم اللهم احسن ثوابه وخفف عنه عذابه واجعل من السندس الاخضر ثيابه ومن التمر الهندي المثلج شرابه واحشره اللهم احشره مع اوليائك الصالحين وعبادك المؤمنين يا رب العالمين اتكال على الله الله يجبر بخاطره اللي بيجبر يا رب اعطوني من مال الله اعطوني اعطوني يا محسنين اعطوني من مال الله اعطوني اعطوني يا محسنين وانا لو عم بشحد وانا لو عم بشحد ربي بعدي اسمه حبيب المساكين اعطوني من ما لله اعطوني اعطوني يا محسنين وانا لو عم بشحد ربي بعدي اسمه حبيب المساكين اعطوني من ما لله جواد عملة صعبة دولار يس يس thank you very much. In God we trust. In God we trust. My God, please, please take him to your heaven. شو صار المساعد تبعك يا مساعد حكمت؟ لا لا مطلب منه شيء. وأنا رحت بنفسي على الشارع وشفته عم يتسكع واشترى من عندي فول. من عندكم سيدي؟ المهم شو قصته؟ والله ما بعرف يا سيدنا. ليكون عم يلعب واخذ الشغله انقلي. بالعكس غسان ما في بالعاده يعمل هيك، غسان من اكفأ العناصر عندي. نزل حقه وشوف لي شو قصته. حاضر سيدي. اهلين وسهلين. يستموا الايدين. ما تعرفنا اخي انا من فرع التنصت من عند ابو راتب امن خاص اهلين وسهلين ومرحبتين احلى شباب بفرع التنصت اهلا وسهلا والله والزملاء انا من حكم العداله من عند الرائد هشام امن جنائي انا من المكتب الثاني مهمه فوق العاده استو سوداني استو عبيد قرب على الفستق فستو سوداني فستو سوداني بالإذن شباب السلام قرب على الفستو العبيد احترامي سيدي شو غسان؟ شايفك قاعد ومبرد قلبك شو قصتك؟ كنت عم بتغدى سيدي لك التقرير ليش ما كتبته؟ سيادة العميد ضايج كتير ومتزاول منك كنت عم بجمع معلومات سيدي خلاص خلاص اليوم بكتبه ان شاء الله شوف غسان اذا بكره ما كان التقرير على مكتبي ما تلوم الا نفسك فهمت حاضر سيدي فستو عبيد قرب على الفستو العبيد طيب ما تكتب لهم التقرير شو مستني أنا تقرير هاد صدقيني ما فضيت لأي شغلة يا ليش بقى شو ملتهي بايش يعني ملتهي مش حادة بالعملة وبيني وبينك نسيت الزلمة اللي لازم راقبه من عين أصله طيب شو بدك تقول بكرة سيادة العميد شو بدي له يعني رح حاول ما طيل بكي بيمددوا لي المهمة كم يوم تانيات إن شاء الله يا رب يمددوا لك يا شي شهر زمان آمين يا أرحم الراحمين يا رب احترامي سيدي الله لك أجابك يعني معقول نركض أنا وسيادة العميد وراك لنذكرك بواجبك بس أنا يا سيدي بس ما بدي اسمع منك أي مبررات أنت فعلا سويت لي وشي قدام سيادة العميد وهي راح تكون نقطة سودة بالباطك وما راح تمر هيك أبدا هات أشوف أعطيني تقييم إيدك تفضل شو بقى استقالتي سيدي استقالتك لك شو جنيت انت؟ بالعكس يا سيدي، ولعقلت
لك يا بني آدم، بعتناك لتراقب إنسان مشبوه، بترجع وحامل استقالتك بإيدك؟ لك شو قصة هاي؟ بعدين تعال لا، كل اللي بقي لك 4 سنين تطلع تقاعد بشكل رسمي وقانوني، لك معقول تضيع كل سنين خدمتك بقرار غبي مثل هاد؟ معلش سيدي، أنا مستعد أتنازل عن كل سنين خدمتي، وماني مستعد أنتظر 4 سنين تانيات لحتى أطلع تقاعد. قلي لشوف، حدا اتصل فيك أو اتصلت بحدا بهالكم يوم؟ أبداً يا سيدي، مع مين بدي اتصل؟ طيب فهمني، شو السبب؟ ليش بدك تستقيل؟ بصراحة يا سيدي، أنا قررت استقيل حتى أتفرغ لأعمالي الخاصة. وشو الأعمال الخاصة؟ أعمال خاصة سيدي. لسه بيقول لي أعمال خاصة؟ لك شو جنيت أنت؟ أنا بكون جنيت إذا ما استقلت. بتعرفوا يا سيدي إنه بهالثلاث أيام مش عادي طلعت 5000 ليرة؟ يعني أكثر من معاشي بألف. شو هالحكي؟ 5000 ليرة بثلاث أيام؟ معقول؟ الله وكيلك يا سيدي. والشغل هيك على طول؟ طبعاً سيدي، وهذا لسه ما حكينا عن المواسم والأعياد. يعني قديش بتطالع بالشهر؟ هي بترجع لزكى الشحاد وحسن تقديره واسلوبه، يعني اذا عرف الواحد كيف وين وامتى ومن مين يشحاد يمكن يلحق 40 او 50 الف ليره بالشهر. متاكد؟ طبعا متاكد. اصبح وهي مع الموافقه وهي توقيعي. لوين رايح سيدي؟ رايح وقع لك اياها من سياده العميد غسان. نعم. اللي لشوف مو سيدي. يا ترى وعلى الله يا عالم بحوالي على الله من مال الله يا محسني وعلى الله رزقك يا هالغالي على الله من مال الله يا محسني يا منان ويا حنان الرزق على الله من مال الله يا محسني وعلى الله رزقك يا هالغالي على الله من مال الله يا محسني وعلى أجرك يا هالغالي على الله من مال الله يا محسني يا رزاق ويا منان الرزق على الله.